تزيين داخلية خلال فصل الشتاء، الإنارة، الإضاءة، طرق السقي والعناية أيضا مع أجمل زهرة، زهرة سعيد دكتورة زراعية. صباحك سعيد زهرة، أهلا بك. الأكيد زهرة أنك تقدمي العديد من النصائح على صفحاتك بلانت مي ولا غرسني، لكن احنا نحتاج أيضا الخبرة تاعك في الاستوديو. نباتاتنا تعاني خلال فصل الشتاء، والأسبوع الماضي توقفنا عند موضوع الإنارة خلال فصل الشتاء، كيفاش نوفروها للنباتات خاصة أنه هذه الأيام كي تشوفي الأجواء راهي مغيمة. نعم، بالنسبة للإضاءة، الإضاءة لازم تكون هذوما كما يقولوا نباتات داخلية، هي نباتات ظلية. معناتها الظل، نباتات ظلية تحتاج كمية من الضوء، ماشي كما النباتات الشمسية اللي تقبل الشمس، مي تحتاج كومام إنارة جيدة. كيفاش نقدروا نديرو؟ نقدروا نديروها قريبة من بعد ضوئي، زعما مقابلة ديراكتومون تاعها. سينو نقدروا نديروا لها لومبا. اللي عنده زعما ان اوندغوا سامبر ولا يقدر يدير هذوك لي بتيت فيز اللي يتعوجوا، يديرها فوق لا بلونت تاعو. هكا يديروا لي بلون دانتيغيو، هكا يديروا. قولي لي وعلاش؟ وعلاش نديروا الضو؟ وعلاش لي بلونت يسحقوا الضو؟ النبته تعيش بالضو، الضو به يعني كيما الماء كيما الضو، كيما الماء كيما الضو، عندهم زوج عناصر يمشيو كيف كيف. قولي لي وعلاه؟ خاطر لا بلونت دير تركيب الضوئي، لا فوتوسينتيز، التركيب الضوئي لا موليكول تاع الضو والماء تخرج لو سكر، لو سكر هذاك هو اللي يخليها تكبر و ال سيبانويس و ال سوبورت بيان، تولي اون بون سونتي. يتسمى الضو لازم شرط اساسي يعني باش لا بلونت ديفلوبا. خاطر كاين اللي يشريوها وتقول لك تشريها شويه متوسطه ولا صغيره، تقول لك مادام تكبر ليه تكبر ليه. هي تكبر بالضو، هي تكبر بالضو. اللي يديرها بعيده على الضو تقول لي شوفي دبالت، شوفي هذه، هي كلش من الضو. الاغلبيه تاع الاسباب هي الضو، الضو وتانيك السقيه، يسقيوهم بزاف. هي لا بلونت كي ما تعطي لهاش الضو ما تكونسوميش بزاف الماء. اكيد. وفي الميليو، اسمحي لي مادام. نعم تفضلي. وفي الميليو ماشي ناتوريل، ما عندناش الشمس كي تكون في الظل برا، كاين ديجا كي تكون في المحبس وتكون في الارض ماشي كيف كيف، خاطر كاين دي مويان وين يفاكيو الماء، الماء يروح صح في المحبس راهو قاعد، تما هذاك الماء يقدر يفسد هذاك الماء يتاكسد. لا لا ماشي يفسد، ماشي يفسد بصح يعفن الجذور، الجذور الجذور تتعفن كي يقعد الماء ستاغني فيها. تما لا بلونت ما راهيش فيها الضو ما تكونسوميش، وما كاش الشمس اللي تعاونها باش يتيفابورا الماء من الشمس، وما كاش ثاني ليفاكياسيون يعني ليفاكياسيون تاع الماء، ما كاش صرف للمياه. النبته اللي ماشي كيما لا ناتشر. في الفيديو وشنو هي هذيك؟ في ان فيلودندرون، فيلودندرون كونغو. يلا نروحو نشوفو الفيديو في عجاله فقط. تحركيهم بزاف، تبدلي لهم بلاصه. كاين تزيريين تالمون اوني مانياك ونحبو الشغل بزاف، كاين اللي تخرجها للبالكون تسيق تعاد ترجعها لبلاصتها. هي لا لا خطا، خطا فادح. خاطر كي تخرجي لا بلونت لبرا يضربها الكورون دير، لي بلونت دانتيغيغ يضربهم بالريح، يضربهم الكورون دير ولا الريح ولا هي. شوفي لا بلونت دانتيغيغ غير يضربها الريح ولا الكورون دير قال اخر. شوفي هي العناصر الاساسيه لحياه كل نبته هي الضوء، شرط اساسي وضروري، الماء ودرجة الحرارة. الأغلبية تاع النباتات الداخلية يحبوا درجة درجة الحرارة متوسطة، يعني ماشي متوسطة، يحبوا شوية عالية، يحبوا من 25 درجة للفوق، يحبوا سخانة. يتسمى اللي عندهم دارهم سخونة يصلحوا لهم لي بلونت كثر. وعلاش؟ قولي لي وعلاش؟ باسكو في درجة الحرارة هذيك يصراو لي غياكسيون تاع التركيب الضوئي اللي يكونوا المادة العضوية تاع النبتة. يعني لازم لها النبتة باش تنجح لنا في فصل الشتاء وتشعشع وتولي شابة، الأوراق تاعها يكونوا يعني في يكون عندهم اللون الجميل، لازم لنا الإضاءة، لازم لنا السقي بطريقة صحيحة. نعم. ولازم لنا الحرارة تكون مرتفعة نوعا ما، 25 للفوق، وما نزغدوهاش إطلاقا بلاصتها، ما نحركوهاش، ما تحبش تتحرك بزاف. هل النبتة أيضا نزيد نقول لك أن بوان برك، ما تحبش النبته الا كانت نبته صغيره ديروا لها بو صغير، والا كانت متوسطه بو متوسط لازم على حساب لي غاسين تاعها شحال فيها. كي يكون نبته صغيره في محبس كبير تانك ماشي مليح. وعلاش؟ وشنو ماشي السبب؟ مليح ما تصيبش روحها، خاطر الماء كي يكون تراب بزاف يلغوتيان بوكو دو،
كي يلغوتيان بزاف الماء صافي لا بلونت ما تصيبش روحها ما حاش تكونسوميه تلحق باش تكونسوميه الوغ كو كي يكون البوز صغير تمتم تكونسوميه كونسوميه بالخفت عادي تسقيها يعني لازم نواكبوا مراحل نمو هذه النبته كي تكون صغيره نحطوا لها بو صغير وتحدثتي على البور راني نشوف هنايا هاد لي بور راهم من الطين ضروري جدا ان نبتعدوا على البلاستيك وما الى ذلك شوفي ماشي ضروري بصح البلاستيك هو علاش ماشي مليح البلاستيك البلاستيك مغموم مغموم الجذور تاع النبته تحتاج تتنفس تحتاج الاكسجين باش تتنفس وعلاش حنا نديرو نخيرو حنا في لاتولي تاعنا اغريسني بلانت مي نديرو تراب نديرو له نخلطو له شتي هذاك النقاطي البيوضة هذا اكسيد لابيرليت هذاك سي اون روش اللي تخفف التربه تخففها و الاليج لو سول معناتها يعني تهويه معناتها تكريي له ديبو تهويه يعني هذوك التهويه مليحه للعروق خاطر لو كان يكون تراب كومباكت مزير يعني على النبته اليتو ما تقدرش اللي غاصين الطحين يقدروش يتنفسوا هذاك لو بو تاع الطين يخليها تتنفس اكزاكتومون يا اخي الطين عنده اللي ناتشورال المسامات هذوك يسمحوا باش يخرجوا الماء الزايد وباش يدخلوا الهواء للنبته البلاستيك باغ كونتر ما يقدرش يدخل يمنع حاجز لا بلونت باش تكبر واش يقدروا يديروا اللي عندهم بو تاع بلاستيك اللي ما عندهمش امكانيات باش يشريو تاع الفخار يعني يديروا بون دريناج معناتها البوت تاعها ما ديرلوش ثقبه وحده من تحت دير له بليزيوغ تخوف يعني تاع الفخار في متناول الجميع رانا نشوفوه يتباع حقيقه وحتى يعني الجماليه تاع النبته راح تزيد اليس كذلك؟ اذا نفهم من واش قلت لنا منذ بدايه هذا الحديث انه الجمال تاع النبته تعتمد على سلامه الجذور تاعها على سلامه الجذور على العناصر لازم توفري لها كامل العناصر اللازمه لحياتها حبيت فقط نروح لنقطه مهمه قلت لنا ما لازمش نبدلوا لها بلاصه هل النبته عندها قدره على انها تحس بالمحيط تاعها وتتاقلم أكيد. معاه تحس وتتاقلم اكيد تحس المحيط كي تديري لها بلاصه وتوالفها ومن بعد كشغل تزيد حنا كيما شفناهاش كبرت تدير لها بلاصه كشغل تستريسيها كشغل ما تعاود تتاقلم مع البلاصه جديده كشغل تغبريها شويه نبدلوها بلاصه حنا كي نشوفوها ما كبرتش نقولوا اكيد هذا المكان غير ملائم نزيدوا نبدلوها هي لا تصيب روحها الاضاءه كاين دوكا كاين يوم يديروا لي لامب واحد لي لاد هكا ما يكونسوميش بزاف تريسيتي لي لاد لي لامب لاد يشريو هذوك لي نيون طوال ويلصقوهم بهذاك السكوتش دوبل اللي فيه لصقه منا ومنا يلصقوها قدام لا بلونت هكا قيس ميساحه هكا ماشي يلصقوها بزاف كاين اللي دايرين الضو زياده على جال النباتات تاعهم في لي جرين كورنر كاين بزاف اللي يديروا لهم ويديروا تانيك اوميديفيكاتور على جال باش لا بلونت يديروا لها وسط ملائم استوائي على حسب الاحتياجات تاعها تاع النبته اكيد باش هكذا يعيشوا النباتات ماشي كل مره نشروا النبته الله الله عليها مشعشعه وشابه من بعد نقتلوها دي جريمه في حق النباتات يلا زهر صحيح وحنا نسعوا اننا ننشروا هذه الثقافه في بيوت الجزائريين رغم انها موجوده بكثره وكامل يعني الجدات تاعنا والامهات تاعنا يعني يحبوا بزاف لي بلونت زهره للاسف لحقنا نهايه هذا البرنامج نتمنى اننا نوسعوا في هذا الموضوع مستقبلا شكرا على تلبيه هذه الدعوه الصباحيه اذا مشاهدينا بهذه النباتات وهذه النصائح الصباحيه